يلعب الكره الانتداك حلوه برشا. يلا وهبي خاسري ينطلق الخاسري يلعب الكره عرضيه جول 1-0 المشنوش. الله 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 على البدايات. كره اولى في 3 دقائق لعب وهبي الخاسري يضغط يا خنيسي خنيسي والخاسري يضرب كره حتى له. الله الله على وهبي. 12 دقيقة لعب في الشوط الأول. أنيس البدري حط الكرة هذه هي خاسري العرضية كرة الانطلاق والساكني جول والساكني والحارس نشنوش. كرة من يوسف للساكني والنشنوش. يمشي البدري طه البدري يطلب كرة حلوة لمساكني يرجع كرة يوسف ونشنوش. نشنوش يطلع على طه ياسين الخنيسي. تمشي الكرة للمنتخب الوطني كرة تتهيا مرة أخرى وفما تسلم ما فماش المرة هذه ما فماش نشنوش الضربة ضربت في نشنوش رجعت من الخنيسي. يمشي يوسف جري كرة جرى كرة حلوة برشا ينطلق فيها الهجوم عن طريق النقاس يلعب النقاس وصل كرة نشنوش يواصل ابداع على طريقة مصباح شنقب وعلى طريقة يرجب الفيتوري في السبعينيات. يجيب كرة غنودي خطيرة من غنودي غنودي شوت والكرة من بلبولي يا ستار يا ستار ترجع الكرة. يمشي بالكرة ماكسي 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 حط كرة وبلبولي وركنية للمنتخب الليبي ركنية صحيحة للمنتخب الليبي. ما هذا في وسط الملعب المنتخب التونسي. يمشي بالكرة بدري بدري حط كرة مساكني مساكني يوسف المساكني ترجع له كرة. يمشي يوسف يوسف يحاول يوسف يحاول حط كرة يمشي الشعلالي جول. الله الله على روعة الشعلالي وقوة نشنوش.